صباح الخير يا نادي. صباح الخير يا علي. ازيك يا شيرين؟ ازيك يا علي. الاستاذ جو؟ اه مستنيك. شيرين تقدري تخشي مع الاستاذ علي. اهلا يا استاذ علي. اتفضل يا استاذ. ازيك يا سامح؟ ازيك يا علي؟ اهلا يا شيرين، اتفضلي. انا لسه كنت بقول للاستاذ سامح والاستاذ مروان ان احنا تقريبا حلينا القضيه. فعلا؟ معلش يا استاذ، مش شغال على القضيه فمش متابع قوي يعني. بركه بالشباب بقى. في الحقيقه يا سيمبي احنا متاكدين ان سيادتك كبير وكبير قوي كمان، لكن مش عايزين نتعبك اكتر من كده. يعني مش فاهم. والله يا سيدي انا كنت عند خالد من يومين وقال لي ان هو عايز يغير المحامي ويجيب محامي تاني. مصمم. عارف بقى خالد لما دماغه تقفل بيبقى رهيب. قعدت اقول له خالد ده مش مصلحتك. الكلام ده هيضرك. مفيش فايده. غريبه. يعني انت كنت عند خالد من يومين وقال لك انه عايز يمشيني ويجيب محامي تاني؟ تمشي ده ايه؟ ده انت سيد الكل. والله مروان كان معايا. قول لي مروان قعدنا قد ايه نتحايل عليه ونقنعه ونرجع اللي في دماغه. عاند. صدقني يا سيمبي عنيد. راكب دماغه. انا مش عارف ليه مصر على كده. اه فعلا مسألة محتاجة تفسير. يعني ازاي تبقوا عنده من يومين وقول لكم الكلام ده وانا لما اروح له النهارده الصبح ما تجيبليش سيره الموضوع ده نهائي؟ انت رحت له النهارده؟ ايوه. وما جابليش سيره الكلام ده خالص. لا ده بالعكس، ده عمل لي كمان توكيل ان انا اكون المحامي الوحيد في القضيه. وصوره التوكيل اهي. الأغرب من كده انه قال لي ان احنا من يوم ما كنا عنده في زياره في السجن انا وانت انك انت ما رحتلوش. لا والاغرب من كده انه قال لي ان مروان بيه عمره ما زاره في السجن. ياسين بيه الموضوع ما يستاهلش منك كل ده. احنا مش جايين النهارده ننكر مجهودك او تعبك او حقك في القضيه. بقول لسعادتك ممكن نتكلم لوحدينا؟ لا مش هينفع. الناس دول بذلوا جهد في القضية ومن حقهم انهم يعرفوا احنا وصلنا لايه، لانهم هيشتركوا معايا في القرار. اذا كان على الاتعاب او المكافآت اللي ساعتك هتحددها احنا هندفعها. واذا كان على الاتعاب خالد هيدفعها، واذا كان على المكافآت ممكن اكلمه يدفعها برضه مش مشكلة. ياسين بيه اي مبلغ هيدفعه خالد احنا هندفع قده مرة واثنين وثلاثة. الاتعاب يا جماعة ما فيهاش مشكلة. لا واضح انك انت بقى هتتكلم مظبوط. انتوا ايه رايكم يا جماعه؟ الاستاذ مروان والاستاذ سامح بيعرضوا انهم يدفعوا اضعاف المبلغ اللي هيدفعه خالد في الاتعاب في سبيل ان احنا نعتذر على القضيه. ايه رايكم؟ نقبل العرض بتاعهم ونتنازل عن القضيه ولا نكتفي بالاتعاب بتاعتنا ونستمر؟ شيرين حبيبتي انت ايه رايك؟ راينا؟ ايوه انت. رايي من رايك طبعا. طيب يبقى كده بقى هناخد رأي المجموعة. أستاذ علي إيه رأيك؟ لا عافيني أنا يا أستاذ، أنا مش هقول رأيي. أنا ما اشتغلتش في القضية ورأيي ممكن يأثر على اشتغل وتعبه فيها. ماشي. أستاذ تيسير. نكمل طبعا. غادة. طبعا نكمل يا أستاذ. خلاص يا جماعة أنا ما فيش قدامي حل تاني. أنا مش عارف ليه يا سيدي أنت مصمم تعاديني. وإذا اتخذ إجراء كلنا في غنى عنه. وأنت بالذات مش عاجبك. بص يا سامح، رغم إن الوقت فات، لكن أنا ما عنديش مانع أوضح لك شوية حاجات. تعرفك أنت ليه في مشكلة، تعرفك اللي هيحصل قدام هيحصل ليه. في فرق كبير قوي بين إنسان تعب في حياته وشقي ووقع مرة واتنين وتلاتة لحس التراب لحد ما كون كيان هو اللي بناه بايديه وقف على رجليه ونجح، وبين انسان تاني فجاه لقى في ايده فلوس ورزقه لقى كنز مش مهم. صحيح الشخص الاولاني بيبقى شكله اضعف وافقر لكنه بيبقى اقوى وهو اللي معرض اكتر للاستمرار والنجاح لان عنده خبره في الحياه وعرف ايه اللي بيمشي وإيه اللي ما بيمشيش.
وده بالظبط الفرق اللي بينه وبينك. الحكايه ما هياش عافيه يا استاذ سامح، ولا هي فلوس نقدر نشتري بيها زي ما الناس خربانه، ولا هي عضلات نقدر نسيطر بيها على شويه جرابيع. لا، مساله هنا ضيف عليها بقى شويه الخبره، شويه الشعر الابيض دول، هيبقى انت اللي خسرت يا معلم. سامح، انا شايف ان الموضوع انتهى خلاص، ما عادش في فايده للرغي. خالد عمل توكيل رسمي للاستاذ، يعني الاستاذ بقى المحامي بتاعه. انت مالكش اي دخل بالموضوع ده من غير حساسيه، يعني انا بكلمك من ناحيه قانونيه بحته. الكلام ده انا اللي حدده، مش من حقك يا ياسين انك تروح لخالد من ورايا. اهدى اهدى يا سامح، هنلاقي حل. يا ريت يا مروان بيه، يا ريت تلاقي له حل حلو كده على ذوقك. الاجتماع انتهى. سامح، قبل ما تمشي خد الزباله بتاعتك دي معاك. ياسين انت بتقول ايه؟ اللي بقوله ده هو الحقيقه يا هاني. بره. كده تبقى بانت انت بتأمني عشان خاطرها. عندك حق، هي حلوه وتستاهل، بس ما قلتليش شويه الشعر الابيض والعقل وخبره السنين راحوا فين؟ طاروا بعد اول الم. استنى، ما استعجلش، مش هنشوف مين اللي هيقع الاول. بره بره بره. ياسين انت فهمت ايه؟ انا بحب. ما حدش هيمشي. استنى تأثير، استنوا لما تشهدوا كلكم عليها. يشهدوا على ايه ياسين؟ ياسين انا عمري ما عملت حاجه، والله العظيم ما زي ما انت فاهم، والله العظيم مظلوم. تاني تاني، انت عقربه ما بترتاحش غير لما تلدخ. الغبي هو اللي ولع النار اللي ما عرفش يطفيها. اتفضلي. والله ما عملت حاجه. اتفضلي يا هانم. والله العظيم مظلومه. مظلومه؟ اتفضلي بره. ياسين دي كانت شويه مصالح تافهه، والله العظيم، والله تراجع، والله العظيم بحب. ولما هي مصالح تافهه تخونيني؟ امال لو كانت حاجه سهله كنت عملت ايه؟ بره. يا استاذ اهدى، مش كده، بلاش فضايح، اهدى دلوقتي وبعدين بكلمه في حته ثانيه. ده مكتبي، انا حر اعمل فيه اللي انا عايزه. ناديه ناديه، خدي الزباله دي بره بره، طلعوها من قدامي والا هقتلها. لو فضلت قدامي انا هقتلها. انا بقول لكم بره بره. دينا ازيك؟ عامله ايه؟ والاستاذ عامل ايه؟ هو لسه جاي من شويه وكان شكله متضايق قوي، وبعدين دخل اوضه المكتب وقفل عليه. هو ايه اللي حصل؟ لا مفيش، اتخانق مع شيرين خناقه كبيره قوي وطردها من المكتب. بجد؟ ما تفرحيش قوي كده. بقول لك ايه، اوعي تحكي له حاجه، سيبيه هو اللي يحكي لك لو عايز. ماشي ماشي، لما يهدى هخش له وافهم بقى ايه اللي حصل. طيب خلاص ماشي، بصي لي حبيبه، يلا باي باي. سهل ان اهدده بالزله دي، لكن اللي حصل بعد كده انا ما كنتش عايزه يحصل.
اللي هو ايه يعني؟ عملت ايه في الظابط؟ مش الظابط يا علي، مش الظابط. انت لما مشيت ورا سواق التاكسي وكلمت الظابط وما التزمتش بالاتفاق اللي بيننا، في حاجه خارجه عن ارادتي حصلت. حصل ايه يا قصر؟ في واحد هيقتلك يا علي. يقتل مين؟ انت بتقول ايه؟ هو كمان بياخد اوامر وما يقدرش يخالفها، في خلال 24 ساعه بالظبط من دلوقتي لو ما قدرتش توقفه هيقتلك يا علي. هو مين ده؟ انت ما تعرفوش، بس هو يعرفك كويس قوي. روح له يا علي، كلمه، روح له في اسرع وقت وحاول توصل له قبل ما يوصل لك، لانه اول ما يشوفك هيقتلك. ليه؟ ليه ما انا عملت كل اللي انت عايزه؟ اسمعني يا علي، مفيش وقت، انا هبعت لك عنوانه في رساله، واعمل اللي انت شايفه صح يا علي. سلام.